انا سمعت ان اسره محمود عبد المغني في الكوارنتين في الحظر طبخته طبيخ ده حقيقي وخبزته خبيز والله العظيم وحشته محاشي وحلقت لهم شعرهم اشتغلت احكي لي عن انشطتكم في الكوارنتين احنا فجاه لقينا الدنيا خلاص قفلت وقعدنا في البيت ما اتحركناش خالص ما خرجناش الشعر طول طبعا بطريقه كبيره جدا ومفيش حلاقين بقى خالص بدات انا اتحرك ادي انا بعمل ايه انا بعمل مكرونه بصوص الريحان خلاص قلبت بقى فهماني طب ونبي خلينا نتفرج على الفيديوهات دي اوكي نصيحة بقى يعني مش لازم تكبسيه عشان الرز يبقى مفلفل. الرز يبقى مفلفل دي بقى انا مش فاهمها بس هي يبقى مفلفل عامة يعني شغلانة غريبة جدا جدا. سدي في سيل. هي عايزه افتح دي من هنا كده عايزه ادخل اللي جوه الجلد مش فاهم القصه ازاي بس كيسه بابا شيف محترف قولوا لي اكلتوا من الاكل ده؟ طعمه ايه الاكل؟ كويس كويس ولا نص نص؟ كويس احسن حاجه عملها ايه كانت الفرخه ولا المكرونه ولا المحشي المحشي بس مين اكله بقى احلى بابا محمود عبد المغني ولا ماما مي ماما مي اكيد اكيد ارفع راسك يا علي ايه ده خليك من البيت وبابا شعر عيالك يا النص بقول لك ايه هل انت راضي بالشويه دول خلاص لا شيلهم دول عايز مقص يا ما في مقص بره حد يجيب انت عايز انت تستقبلني على المقص دينا